تلاحظ كل التفاصيل الصغيرة من حولك على الفور؟ إذا كانت إجابتك نعم، فلن تفوتك حقيقة أن لدى كل الطائرات ضوء أخضر في نهاية أحد الأجنحة وأحمر على جناح آخر. لماذا ألوانها مختلفة؟ هيا لنكتشف. هذه المصابيح الحمراء والخضراء القوية إلى جانب الضوء الأبيض على الذيل أضواء الملاحة للطائرة. يوجد الضوء الأحمر على أعلى الجناح الأيسر، بينما الأخضر على الأيمن دائماً. تعمل هذه الأضواء في جميع الأوقات. الغرض الرئيسي منها الإشارة إلى موقعها بدقة للطائرات الأخرى المحلقة. لنقل إن قائد طائرة مروحية يرى أضواء حمراء وبيضاء أمامه في الليل، سيعرف عندها أن طائرة تمر من اليمين إلى اليسار. الأخضر والأبيض يعني أن الطائرة تطير من اليسار إلى اليمين. رؤية كل من الأحمر والأخضر علامة تحذير على أن الطائرة تتجه نحو المروحية. أما رؤية الضوء الأبيض فقط فتعني أن الطائرة تسير باتجاه حركة المروحية نفسها أو بعيداً عنها. تركيبات الأضواء هذه تساعد الطيارين على تجنب أي تصادم مع طائرة أخرى. بغض النظر عن أضواء الملاحة، لدى الطائرات مصابيح دوارة حمراء مثبتة على جسم الطائرة العلوي والسفلي. عند وضع الضوء الأحمر الوامض في وضع التشغيل، فهذا تحذير للطاقم الأرضي والطائرات الأخرى من بدء تشغيل المحركات حتى لا يقتربوا. لكن الطيارين يبقونها تعمل بعد الإقلاع لأنها تزيد من الرؤية في السماء. لدى الطائرة مصابيح أمامية مثل السيارة لتساعد الطيار على رؤية المدرج أثناء الهبوط والإقلاع. توجد أضواء سيارات الأجرة على الأنف لتضيء المدرج. أضواء الهبوط توجد تحت الأجنحة بجوار بدن الطائرة وتستخدم للغرض نفسه، لكنها تعطي الطيار زاوية أوسع بقليل للانعطاف. يوقف تشغيل أضواء الهبوط عند الإقلاع ووصول ارتفاع 3000 متر. عند الهبوط تشغل مجدداً على الارتفاع نفسه. لكن ما الأضواء التي تراها عندما ترتفع الطائرة في السماء؟ إنها الأضواء البيضاء القوية على طرف الجناح، فهي فائقة السطوع وتومض لكي تشير للطائرة من على بعد أميال. والآن كل هذه الأضواء الوامضة منطقية تماماً، لكن للطائرة الكثير من الأمور غير الواضحة التي لها أهداف خفية تثير الأسئلة حتى من المسافرين المتمرسين. فمثلاً، لماذا توجد علامات لولبية بيضاء على محركات الطائرات؟ هذه العلامات لها أحجام وأشكال مختلفة حسب الطائرة لحماية الطاقم الأرضي. ربما تظن أن مجرد الضوضاء العالية كافية لتحذيرهم من بدء تشغيل المحركات كي لا يقتربوا من المنطقة، لكنهم يرتدون حماية للسمع وتوجد الكثير من الطائرات على الأرض، مما يجعل من الصعب تحديد أيها على وشك الإقلاع بمجرد الاعتماد على السمع. رؤية دوامة لولبية على المحرك النفاث تجعلهم يبتعدون عن الطائرة. لماذا توجد ثقوب في نوافذ الطائرة؟ انظر إلى أي نافذة على الطائرة، فهي تتكون من 3 أجزاء وفي الأوسط منها ثقب صغير. عندما تحلق الطائرة يكون هناك فرق كبير بين الضغط داخل المقصورة وخارجها. يتحمل الجزء الخارجي أكبر قدر من الضغط، ويساعد الثقب على تنظيم فرق الضغط حتى لا يعاني الركاب نقص الأكسجين. والاختلاف درجة الحرارة بشكل كبير أيضاً، فالثقب يمنع النوافذ من التعتيم. لماذا هناك خطافات على الأجنحة؟ تقع بعض مخارج الطوارئ فوق الأجنحة، يعني هذا أن الركاب مضطرون للمشي على الأجنحة للوصول إلى مزلجة الهروب. لكن إذا كان الهبوط على الماء، سيكون سطح الجناح زلقاً. وهنا تأتي فائدة الخطافات الصفراء. يؤمن أعضاء الطاقم أحد طرفي الحبل في إطار الباب والآخر بالجناح بالخطاف. يوصل حبل آخر في الثقب الثاني، ويمكن للمسافرين التمسك بهذه الحبال فيما يتجهون نحو المزلجة المنفوخة. هل يمكن الحصول على مساحة إضافية على الطائرة؟ نعم، لكن فقط إذا كنت محظوظاً بما يكفي للجلوس بجانب الممر. هناك زر سحري بالقرب من المفصل تحت مسند الذراع سيجعل رحلتك مريحة فوراً. بالضغط عليه يمكنك تحريك مسند الذراع للأعلى لجعله موازياً لظهر المقعد. لكن الغرض الرئيسي من هذا الزر السماح لك بالهروب بسرعة عند الطوارئ. هل كنت تعرف هذه الميزة السرية؟ أخبرنا في التعليقات. لماذا تكون الأضواء خافتة أثناء الإقلاع والهبوط؟ عندما تقلع طائرة أو تهبط في الليل أو الغسق، يريد الطاقم أقلمة عينيك على الظلام.
يستغرق الأمر حوالي 30 دقيقة للتكيف مع إعدادات الظلام، لذلك فتعتيم أضواء المقصورة يقلل ذلك الوقت. في حالة أي طارئ أو إخلاء مفاجئ ستكون رؤيتك جاهزة وستكون الممرات المضيئة أوضح لك، لكن اعتام الأضواء في النهار يساعد في ترشيد قوة المحرك. لماذا تترك الطائرات مسارات بيضاء في السماء؟ تشبه هذه المسارات البيضاء الدخان، لكنها الماء وثاني أكسيد الكربون الذي يطرد في الجو عند حرق المحرك للوقود. يتكثف الهواء البارد على ارتفاعات عالية وقد يجمد العادم الساخن، مما يخلق تلك الذيول البيضاء تماماً كما ترى أنفاسك في يوم بارد. هل يمكن فتح باب الطائرة في منتصف الرحلة؟ إذا كان هذا السؤال يقلقك لسبب ما عند إقلاع طائرتك، فدعني أطمئنك، هذا مستحيل. قوة ضغط المقصورة لن تسمح بذلك. إذا حاول أحد ذلك سيكون عليه التغلب على أكثر من 10,900 كيلوغرام من الضغط. لتفهم ذلك، هذا وزن 20 دب قطبي أو 6 سيارات. تريد أن تزن دبا قطبيا؟ تفضل. بالإضافة إلى قوة الضغط، هناك براغي قفل مثبت في عمق هيكل الطائرة لإحكام الباب. هل من الآمن الطيران في البرق؟ عموماً نعم، لأن الطائرات التجارية مصممة لتحمل صواعق البرق. تمنع أنظمة الحماية من الصواعق تراكم الكهرباء، ومع ذلك تشير الإحصاءات إلى أن البرق يضرب كل طائرة تجارية مرة في السنة، لكنه لا يسبب إلا أضرار طفيفة فقط، مثل علامات حروق على سطحها. لماذا لا تتوازى المقاعد والنوافذ على بعض الطائرات؟ صممت الطائرات التجارية لتكون المقاعد والنوافذ متوازية تماماً، لكن عندما تشتري شركة طيران طائرة ما، فإن الأمر يعود لهم لتحديد عدد المقاعد فيها. أحياناً تختار شركات الطيران إضافة مقاعد لأن المزيد من المقاعد يعني المزيد من الأشخاص، وهذا يعني المزيد من التسالي، لا المزيد من المال. وهكذا ينتهي بك الأمر في مساحة ضيقة دون فرصة للاستمتاع بمناظر السماء. ما أكثر المقاعد أماناً على الطائرة؟ معظم شركات الطيران تصر على أنه لا يوجد مقعد آمن، لكن إحصائيات تحطم الطائرات تدعم فكرة أنه في الخلف. الركاب بالقرب من الذيل لديهم احتمال أكبر 40% للنجاة من حادث تحطم ممن في المقدمة. إذا كنت تريد إجابة أدق، فهي المقاعد الوسطى في القسم الخلفي. لماذا تلمس المضيفات المقصورة العلوية كثيراً؟ ربما تظن أنها تتحقق من إغلاقها بإحكام، لكن لا، تستخدم المضيفة الدرابزين الخفي للمحافظة على التوازن، إنه في أسفل المقصورة العلوية. في المرة القادمة التي تذهب للحمام، تشبث بأصابعك عليه لتمشي بثبات بدل الإمساك بمقاعد الركاب الآخرين. شكراً. أين تنام المضيفات على الطائرة؟ في العديد من الطائرات غرف نوم سرية بدون نوافذ لطاقم الطائرة تحتوي على 6-10 مخادج. قد يختلف موقعها حسب الطائرة، لكنها عادة ما تكون فوق الدرجة الأولى خلف مقصورة الطيار. يستخدم الطاقم سلالما مخبأة خلف باب بالقرب من القمرة للصعود هناك، لكن بعض الطائرات فيها فتحة خاصة تشبه حاوية علوية للطاقم تسمح بدخول منطقة الراحة. وحسب الطائرة، يملك بعض الطيارين منطقة علوية خاصة لراحتهم. وأخيراً، كيف يلفون الأشرطة المطاطية الكبيرة من أجل تدوير المراوح؟ هذا في قمة السرية لدرجة لا يمكننا الكشف عنه. أنا أمزح. إذا تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض المقاطع الرائعة التي أعتقد أنك ستستمتع بها. انقر على اليسار أو اليمين، وابقى على الجانب المشرق من الحياة.